اللي كنا عم نحكي انا وياك عن الروتين، وخاصه روتين الحياه اليوميه للكبار عم بيملوا عم بيصير في ضغط، فكيف على الصغار وخاصه هلا صيف وملل وحرام الاهالي. خلينا نقول روتيننا يمكن مثل ما قلنا بيصيب بالملل. رح نتعرف اليوم مع بعض الانشطه الصحيه لكسر الروتين طبعا عند الاطفال، اكيد مع اخصائيه الاجتماعيه رندا علي ديب لتعرفنا اكثر كيف فينا نكسر الروتين عند الاطفال. يسعد لي صباحك رندا. صباح الخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك رندا. يمكن نحن كاشخاص خلينا نقول كبار فنحن بنحس بالروتين وعندنا جلي واضح. الاطفال يمكن يتضايقوا بس ما نن عارفانين هن من شو متضايقين، فهو يمكن روتين هن ما قدرانين يفسروا. فخلينا نحن نحكي عن اهميه الروتين وعن ازدياد هذا الروتين، يعني كمان كل يوم الطفل بده يعمل نفس الشيء فصار عنده تخمه يعني. تمام. وعن سعد صباحكم اول شيء. هلا الفكره بالروتين دائما هو مثل اي شيء ثاني بيكون في له وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي. هلا دائما لما بدنا نحكي شوي عن الشق الايجابي فيه، انه دائما لما انا بحافظ على روتين معين فانا ضمنت لطفلي خفف عنده القلق وخفف عنده هذا الشعور بالخوف من المجهول او شو بده يعمل. لما ببدا باجزاء بسيطه بالروتينيه يوميه مثل مع مثلا تلاقي في امهات دائما بتقول انه كل يوم مثلا بدها تقول له 10 مرات قوم فرشي اسنانك مثلا، فهي نحن دائما هي كثير متداوله وشائعه ولكن نحن ما بنعرف اهميتها، واحيانا مثل ما ذكرتوا بالبدايه الحديث انه ممكن تصير في مبالغه فيها. لهيك لما انا بكون في عندي هي العادات اليوميه اللي انا بدي اعلمها لطفلي ولكن بنفس الوقت هي عم تعمل مشاكل بيني وبينه، فانا لما بعوده على روتين معين بدون يعمله بشكل تلقائي رح اعطيه شعور بالانجاز، رح اعطيه شعور انه هو قدران يعمل شيء بدون ما حدا يوجه له ملاحظه عليه، وبنفس الوقت عم بكسبه عادات. بالاخير الروتين هو عاده، لهيك نحن الكبار بيزعجنا احيانا انه يكون في عندنا روتين وبنستخدم كلمات انه انا بدي اكسر هذا الروتين اللي عندي. بالنسبه للطفل شق كبير من الروتين هو بيكون ايجابي له. امتى ببلش يصير سلبي؟ ببلش يصير سلبي اذا كان صار عنده يا نمطي او ارتبط بمشاكل نفسيه او ارتبط بمشاكل سلوكيه ثانيه. لهيك نحن دائما بنقول لهم هو صمام الروتين اليومي للطفل بالاشياء البسيطه هو صمام الامان له في حال تعرض لاي مشكله طارئه. هلا نحن ممكن وقت ننقل على بيت جديد يكون كثير شيء ايجابي لنا ومبسوطين، اما الطفل هو بيسبب له قلق وخوف. لما بكون محافظه على روتين معين انا بقدر احمي طفلي من فكره مثلا نقله بيت جديد، وجود بيبي جديد بالبيت، سفر حدا من الاهل، مرض حدا من الاهل. هذا الروتين البسيط هو رح بيكون السلاح اللي كتير خفي وكتير بسيط. قلتوا انه فجأة الطفل بحس حاله انزعج بس هو مو عرفان مزعوج، فالروتين بالعكس هو بيعطيه هذا الامان لحتى يخليه محافظ تماما على هاي الحماية الذاتية والشعور بالاستقلال والانجاز. نعم رندا، يعني هلا عم نلاحظ الاولاد اللي بسن صغيرة تقريبا بالخمس سنين ست سنين في أنشطة صيفية مسجلينهم أهلهم فيها، أو في مدرسة أو روضة مثلا للأمهات العاملات، بيرجعوا على البيت ببلش مسلسل النق والملل إنه مالين. اليوم هذا الوقت اللي هالكم ساعة اللي عم يقعدوها مع الأهل، شو المفروض الأهل يعبوا لهم وقتهم؟ يعني وخاصة شفتي ضغوط حياة يومية، قطع كهرباء، شوب، يعني البيت مضغوط تقريبا، فخبرينا كيف يا الأم تخفف عن اولاد او تخفف النق شوي، خاصه لما بتكون الام كمان هي ملتزمه بعمل، كمان عندها ضغوطات خارجيه غير اللي بقلب البيت، التزاماتها الخارجيه والتزاماتها اللي ما بتكون لسه ملحقتها لما بدها ترجع المساء. لهيك هذا كثير جانب مهم لما انا بعلم ابني روتين معين، انه نحن انا وياك وقت بنرجع على البيت في عنا بدنا نغسل، بدنا هذا كله بينزل بالروتين، بينزل بجدول تنظيم الوقت. بعلم انا طفلي اداره الوقت، هي فكره كثير مهمه على فكره ذكرتيها، لانه انا بعلمه اداره الوقت. ما في شيء اسمه ملل. لما انا هاي الاجزاء البسيطه تبع انه انا غسل اكل ضب اكلي شوف شو عندي اشياء لازم احضرها لليوم الثاني، يكون انا هلا مثلا بتقول له انا هلا رح احضر الغداء، انت مثلا حط لي الطاوله مثلا زبط ليها. هذا الروتين
قدي ثابت وقدي بسيط وقديش ممتع للطفل، ولكن بيوفر على الأم حجم ضغوطات. يعني أنا بقول لها عن جد أنت بغنى عنا أنه تنضغطي بهيك قصة كتير بسيطة مقابل باقي نهارك الصعب. فهي هذا الأشياء بيقطع مع الأم فترة بعد الظهر بطريقة مناسبة، وبنفس الوقت بيعطي تعاون أنه هو عم بيحس حاله عم بيقدر يساعده وينجز معه. نعم. كان ايضا انت ذكرتي نقاط جدا مهمه، انه الطفل بس ينجز مع الام شيء فبيحس بمتعه وفرح، حتى بس يعمل اكله معه فهو بياكل منها. خلينا نحكي ايضا متى يكون الروتين غير مجدي، يعني انه ممكن هو حس بامان بي بس كمان تكرار ممكن يسبب له ازعاج للطفل. اذا نحن الكبار عم ننزعج من الروتين عن جد قاتل صاير هالفتره، كيف الطفل؟ فهون يمكن دور الاهل لازم يكون حاضر او جلي وواضح. تماما. هلا مثلا انا خليني اقول رجعت مثل ما ذكرتوا عندها فتره المساء بدها تقضيها مع ابنها، هي مثلا حاطه ببالها انه هي تعطيه كل يوم نص ساعه يلعب بلعبه معينه او يلون او يعمل واجب لتاني يوم او يحضر اي شيء. انا بصير كسر الروتين مو بالوقت، هو عنده نص ساعه ثابته مثلا يوميا لانه مثلا يقرا قصه، فهي بتغير بالقصة، ممكن نهار يكون النشاط كسر بالنشاط. نعم. ولكن مو بوقته. فهي حيكون عندها ثبات بوقت معين بأنه هو في عنده نشاط مستقل يشتغل فيه لحاله، وبنفس الوقت هي بتخليه يغير يكسر روتين، بدأ اليوم قصة يوم تلوين، ولكن هي حافظت على نوعية النشاط. نعم نعم. طب خبرينا اليوم رندا، يعني التشاركية أو المشاركة بأنشطة البيت حتى للأم اللي ما عندها هي القدرة المادية للأنشطة كتير غالية، مثلا تسجيل مسبح، تسجيل أي هواية تانية. دائما كنت تذكري أنه بأشياء بسيطة في التشاركية بأي نشاط منزلي حتى ممكن يكون. تماما. خبرينا عن هي الفكرة اللي لازم نعزها عند الكل، أنه هي الثقة اللي بتعطيها والمسؤولية أيضا بأنشطة البيت. للأسف نحن مثل ما بذكر دائما أنه نحن بنربط النشاط الخارجي بالوضع المادي. صح. ولكن ولو كان الوضع مادي منيح، ولو بعدته أنشطة، ولو بعدته سباحة، ولو بعدته رياضة، في جانب كتير مهم أنه هو يعمل الأنشطة المنزلية. إذا كان مثلا صبي فهو يجيب أغراض البيت مع أبوه، والله أنا اليوم الطبخة عزوقك امشي ننزل أنا وياك نجيب الخضرة اللازمة. بيعلمه كتير حياة صحية وصحيحة ما يطلع اتكالي، وبنفس الوقت البنت لما بتساعد ما مثلا تحضير الأكل بترتيب غرفتها بأي شيء تاني هو مقدم للمجموعة اللي بالبيت كلها، فهذا كتير بيعزز الثقة بالنفس، كتير بيعزز الاستقلالية، كتير بيكسر الروتين. لما أنت دائما بتطبي غرفتك اليوم راح نعكس هذا الروتين، أنا حضبلك غرفتك وأنت حترتبي لي غرفتي. فهي قد ايه نشاط بسيط ولكن الطفل كتير بيستمتع فيه، وعن جد بتتفاجئ انه الطفل بيقدر ينجز ويرتب اكثر من والدته، وممكن يكون عنده اختيارات صائبه اكثر من الكبار طول ما كان موجه. صح صحيح. كان بيكون له خلق اكثر، يعني بتكون عنده روتين منسيره بس له بيكون جديد. تمام. خلينا ايضا نحكي هلا في كثير اطفال ممكن في حال تغير الروتين عندهم فهن حسوا ب يمكن فقدان الامان مثل ما قلت او تضايقوا، يعني كمان انه في اشخاص لا متعودين على رتم معين، هون الاهل كيف بدهم يحققوا توازن انه لا نحن بدنا نتقبل التغيير، يعني ممكن الطفل او مثلا الاهل يتعرضوا لظروف يقدروا يعني مثلا يكسروا الروتين تبعهم احيانا اجباري عنهم مو بكيفهم، فكيف بدهم تماما كيف بدهم يفهموا الطفل انه لا نحن بدنا نتاقلم على وضع جديد، ممكن يصير متغيرات بالحياه، ممكن يصير قرارات جديده بالحياه بدك يعني هون، لانه اذا بده يتعود على شيء معين فما عاد يقدر يغير. تماماً. وهي مشكله. تماما. انا دائما بقول لهم الاهل ليه بتنطروا للظرف هو اللي يجيبكم للتغيير، انتوا اعملوا هذا التغيير ودائما يكون في هذا التجديد. اكثر المشاكل بنشوفها لما بيغير مدرسته، لما مثلا بيتغير البيت مثل ما ذكرت، بيجي اخ بيبي جديد، بيجي قرايبين من السفر،
حدا من الوالدين بيضطر يسافر، هي كلها بتعمل هذا مثل ما ذكرتي كسر الروتين، ولكن بسبب القلق للطفل. نحن ما بدنا ننطر لنوصل لهي المرحلة. في كتير شغلة مهمة اللي هي اسمها التمهيد. لما أنا بعرف مثلا ممكن جاي بيبي جديد، أو مثلا الأب عنده سفرة قريبة، فأنا بمهد للموضوع قبل بوقت وبثبت عنده عادة معينة بتريحه كل يوم. مثلا هو ممكن مثلا، مع أنه أنا كتير مع أنه مثلا يحضر تي في، معلش أنا بحضره كروتين له كل يوم لك ربع ساعة مثلا، فأنا قدرت ثبت له شيء قدراني ثبت له إياه قدام نعم. التغيير الكبير اللي ممكن يصير لبعدين. فهذا دائما بيكون هالصمام البسيط من الأمان أنا حافظت له عليه. نعم. رندا، من مساوئ الروتين عند الأطفال عادة البكاء المزعج لحتى يحصلوا على الشيء اللي بدهم اياه. كمان خبرينا انه كثير عم نشوف هي القصه عند الاولاد الصغار، يعني بالعمر 4-5 سنين ليحصلوا على الشيء اللي بدهم اياه، وعم بيسببوا كمان هالضغوطات زياده. فخبرينا الام كيف فيها تتعامل مع هي النقطه. هلا لما بيجي الطفل اول ما بيكون بيبي، اول شيء هو بيصير البكاء عنده، اذا مرض بيبكي، اذا مبسوط بيبكي، اذا زعلان بيبكي، فهو تعبيره الوحيد لشو عم بيصير معه هو البكي. فانا هون نقطه كثير مهمه علمه المشاعر كيف يعبر عن مشكلته تماما. بهي النقطه هو لما بشوف تجاوب الام له انه زعلت عليه وتعاطفت معه، فهو بصير عنده هذا سلوك ثابت وبصير عنده عاده انه دائما انا اذا بدي اي شيء فانا ببكي او ممكن وقع حالي على الارض او هي السلوكيات كلها. لهون انا بقدر استفاد من الروتين بشغله ايجابيه، انه هو كل ما انا بكون عندي روتين ثابت، ما بعرف اذا فيك تسميه روتين، ولكن هو انه انا كل ما بكي فانا بتجاهل الموقف تماما. وبعد ما بيهدى نوبة البكاء أو العياط أو يوقع حاله على الأرض، فلتهدى وتروح حاكيني مثل ما عم بحكي أنا معك نفس الطريقة لأسمعك. فهذا الحوار أنا بكون نقلته وفعلا أنا عطيته شو يعني روتين. روتين هو عادة، عادة يومية بتريحنا نحن. أنت يمكن يكون عندك كل يوم الصبح تشربي فنجان قهوة، فهذا روتينك اللي مريحك، هي عادة. صحيح صح اكيد كلنا فدائما الطفل عنده نفس هي الفرصه اللي بيحاول يشوف هي الصغيرات كيف فيها يستعطف والدته او والده او المسؤولين عن تربيته، لحتى يقدر من هاي الصغره يقدر يحصل على كل شيء بده اياه باسهل طريقه. فنحن هون بتكوني مشتغلة على الثقه وعلى الاستقلال كثير نعم. بتنخفض هاي الامور، بتكون اشياء افضل. نعم. رندا، خلينا هلا نطلع من جو الروتين لنحكي اكثر عن هالمرحله اللي عم يمر من مرفيه الصيفيه، خلينا نقول مع ازدياد النشاطات وتراكم النشاطات، والام بتعرف وين بدها تحط ابنها وتسجله، يعني بتحسي هون الام بدها تعمل له كل شيء بهالثلاث شهور. فقد ايه كمان مهم، يعني حديث بجر حديث، تقسيم الوقت حتى طبعا. كمان ما يصير روتين، يعني نحن إذا قسمنا الوقت فنحن جددنا بطريقة يمكن سهلة وسلسة للطفل. تماما. دائما نحن بنقول لهم أنه دائما نحاول أول شيء نعود أطفالنا أنه نضبط لهم ساعتهم البيولوجية، إمتى ينام إمتى يفيق، لحالة بتتزبط الأمور الثانية اللي هي إمتى بيجوع بتلاقي فيه، ما تشتكي ابني ما بيأكل كتير ما بينام منيح هاي، او بيعصب او عنده توتر معين. لما بضبط له ساعته البيولوجيه تلقائيا انا لازم اضبط وقت فاقته ونومته. ما بينضبطوا غير ليكون في نشاط خارجي بوقت معين، خصوصي بالفترات الاولى لاضبط هذا الموضوع. فمثل ما ذكرتوا، لما انا بيكون هو كل يوم الصبح خلال عام الدراسي عم بيفيق يروح على مدرسته، فانا حافظت على روتين انه كل يوم عم بيفيق الصبح، ولكن بالصيف عم بيروح مثلا على نشاط رياضي مختلف. فهون انت حافظتي على روتين الفئه اللي مثل ما ذكرنا بوقت معين، وحافظتي على روتين ساعته البيولوجيه، وبنفس الوقت انت كسرتي له الروتين بتغيير طبيعه هالنشاط اللي عمله سواء كان بالصيف او بالشتاء. فهذا التوازن اللي انا بحققه امتى اكسر الروتين بطريقه ايجابيه، حتى قلنا نحن كمسؤولين عن الاطفال كمان بينكسر الروتين بالنسبه لنا بطريقه ايجابيه وفعاله للطفل. نعم. خبرينا لك عن نصائح او خبرات من خبرتك بالتعامل مع الاطفال بتوجهيها لكل الامهات حتى فعلا يكسروا الروتين ويعملوا شيء صحي لاطفالهم.
هلا دائما انا بالتنظيم الوقت مثل ما ذكرتوا، لما انا بعرف نظم له وقته فانا اعطيته فكره لمستقبل شيء بخص اداره الوقت. هو يعرف اذا عنده هاي الساعه الفاضيه كيف يديرها، كيف يعرف يعمل فيها اشياء ولو بسيطه، ولكن هي ممكن مع الوقت اذا انا كل يوم ربع ساعه قريت سطر من قصه، فانا خلال شهرين ثلاثه ممكن اقرا قصه صغيره، ممكن اقرا قصه مهمه، ممكن اذا كل يوم تعلمت كلمه من اللغه مع معناتها انا على مدى شهرين ثلاثه حيكون عندي حصيله لغويه مهمه. ما استهتر ابدا بالاجزاء البسيطه، دائما نحن بنقول لهم في خطه استراتيجيه تكون في هدف صغير وقريب وهدف بعيد، دائما جزء للاهداف الكبيره جزء لاشياء كثير بسيطه. لما بعد انا بحكي هذا الحكي قدام طفل ما حيفهم علي طبعا، عم بحكي كثير شيء مجرد، ولكن لما انا كل يوم بقول له اليوم بدنا نتعلم هاي الكلمه وراح اعلقها على الباب كل يوم انا وياك راح نقراها فهو حفظ كتابتها، حفظ معناها، حفظ نفسها، وبنفس ممكن انا اتعلم معه لغه جديده. على مدى الوقت هاي الخبرات المتراكمه، هاي العادات المتراكمه، هاي الاهداف البسيطه اللي انا جزئتها حتحقق هدف كثير كبير ومهم لمستقبله. هذا الشعور البسيط بالانجاز انه واو انا كل يوم تعلمت، انا اليوم اخر الاسبوع عندي دفتري صرت مخبي فيه مثلا 10 كلمات، قد ايه هذا شيء ايجابي ومهم للأم وللطفل، وبدون ما تحسسه وتضغطه وتضل لاحقته، قوم ادرس، قوم اقرا، فرشي اسنانك، غسل، ضب تختك، هذا كثير بيعمل مشاحنات بين بين الاهل، وعن جد هذا انا بقول لهم هدر طاقه طبيعه الامر، عن جد هذا هدر طاقه يعني ما منه اي منتج ولا رح يتجاوب معه 100%. رندا يمكن مزبوط عم تحكي تفاصيل يمكن عايشينها الاهل مع أطفال عايشين معهم نحن تماما. خلينا نحكي عن فترة المدرسة، طول الوقت دراسة دراسة دراسة، بتجي فترة العطلة خلينا نقول أو الصيفية، بينتقل الطفل من مرحلة التنظيم المطلق إلى مرحلة نص الفوضى كلها فوضى خلينا نقول خصوصي شيء. بالعطل مثل عطل العيد وعطل رمضان وبتغير روتين الأهل، فالطفل بيلحق أهله بصير هو كمان نومه بيتغير 100%. فهيدا النقلة من المدرسة خلينا نقول لحياة النادي والصيف وهيك القصص، قديه مهم تكون نقلة متوازنة، يعني نحن نهيئ الطفل شوي وشوي، مو دغري كان ينام الساعة 8 هلا لا بكره بدك تنام الساعة 10 انت مسموح، فانه قديش مهم كمان التوازن بهذا الموضوع. هلا الطفل دائما بيفاوض بهي الامور انه انا اليوم بدي اسهر ساعة زيادة او انا اليوم ما حفيق بكير. هلا الفكرة هي لما في كتير أطفال قبل فترة المدرسة بتلاقي حزينين كئيبين قربت الفئة عارفين يعني شو ناطره لأنه كان عايش مثل ما بده وأنشطة ومبسوط ومشاوير وهيك، فجأة صار التزم وعنده درس وتغير كل. فهيك أنا دائما بنصحهم خصوصي المراهقين خصوصي اللي عندهم شهادات، لما انا بالصيف حطيته وانا حسيته متميز مثلا بالقدم او بالباسكت ما بيمنع ابدا ولو عنده شهاده ولو عنده دراسه بالشتاء انه يروح مره بالاسبوع يضل عم بيمارس هاي الهوايه او يروح على النادي ما يقطعه فتره الشتويه كلها. الرسم، الموسيقى، هذا كثير منفذ للتفريغ كثير جيد، حتى للاهل جيد لهم لانه بخف ضغط الطفل عليهم سواء كان طفل ولا مراهق. نعم، يعني معلومات كثير عطيتينا اياها عن كيفية كسر الروتين، وهذا موضوع كثير مهم لأنه كل العائلات بتوقع عم تعاني من هذا الشيء، وخاصة بالأعمار تماماً أعمار الصغيرة بالأربع خمس سنين كثير بيعذبوا، فالله يعين الأمهات ويصبرون على الصيف أكيد. يا رندا شكراً كثير إليك، بتمنى لك يوم كثير حلو مثلك. شكراً لكم. شكراً إليك، نورتي صباحنا رندا، وشكراً لإلك وشكراً للمعلومات اللي قدمتيها. شكراً لكم.